اهلا بحضراتكم مره ثانيه. النهارده بنتكلم عن ايه او موضوعنا عن ايه؟ النهارده بنتكلم عن قضايا الخلع، وقضايا الخلع والكلام عنها مش جديد، واعتقد ان كلنا عارفين ان الازمه مثاره من فتره كبيره، ولكن ايه اللي بيخلينا نتكلم فيها مره ثانيه؟ ان في مؤشرات بتخلينا نشعر فعلا بخطر حقيقي، منها ان نسبه الخلع في زياده مستمره، وكمان الاسباب اللي بيقولها الطرفين سواء الزوج او الزوجه اثناء طلب الخلع ممكن تشوف ان بعضها بيدعو للدهشه. احنا اكيد طبعا مش بنقلل من الاسباب دي او اي سبب يقوله طرف من الطرفين، بالعكس تماما، لكن في اسئله مهمه لازم نسالها وندور كمان على اجابه ليها، زي مثلا هل السبب اللي يتقال ممكن يكون كافي انه يهدم اسره وعلشان نطلب الخلع؟ طيب هل المشكله في طريقه اختيار كل طرف للاخر، الزوج او الزوجه، ولا المشكله في طريقه التربيه، ولا الازمه تحديدا فين؟ اسئله كتير الحقيقه مش هقدر احصرها لحضراتكم كلها، ولكن هنجاوب عليها في فقرتنا النهارده، في حلقتنا النهارده، وهنفتح النقاش بخصوصها وكمان تفاصيل اكتر مع ضيوفي استاذ اشرف عبد العزيز المحامي بالنقد، وايضا دكتوره هاله منصور استاذ علم الاجتماع، ودكتور محمد عبد السميع امين الفتوى بدار الافتاء المصريه. كده عندنا الثلاث عناصر، الشق القانوني، الشق المجتمعي، كمان الشق الديني، نعرف ليه بقى عندنا مؤشر في زياده مستمره لقضايا الخلع ان شاء الله في حلقتنا النهارده. خلوني بقى اروح مع حضراتكم لتفاصيل اخبارنا النهارده. الرئيس عبد الفتاح السيسي